هذا سائل يقول: هل التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الشرك أم هو محرم؟ هو محرم ووسيلة إلى الشرك، محرم ووسيلة إلى الشرك، محرم لأنه بدعة، ما ورد الأمر أو ما ورد دليل على التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ورد ولا دليل واحد، وأيضا فيكون بدعة، إذا كان ما ورد فهو بدعة، وثانيا مع كونه بدعة هو وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا توسل بجاه الرسول في الأول الأمر ينتهي به الأمر إلى أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرك بالله عز وجل. ولا شك أن دين الإسلام جاء بسد الذرائع المفضية إلى الشرك،